حلت الباحثة في الذكاء العاطفي الدكتورة الإماراتية مايا الهواري ضيفة في بيت سيدة الزجاجي الواقع في منطقة البوليفارد ضمن سلسلة حوارية تنظمها مجلة سيدتي خلال موسم الرياض في الاستوديو الخاص بلقاءات الضيوف. حدثتنا فيه عن فترة الاكتئاب التي مرت بها وهو ما دفعها للبحث في تخصصها وهو الذكاء العاطفي للخروج من أزمتها. بداية عبرت الدكتورة عن سعادتها لتواجدها في السعودية وتحديدا في موسم الرياض إذ قالت أعجبت جدا في البوليفارد وأبهرتني الألوان والإضاءات المبهجة في المكان مشيرة إلى أنها من عشاق الألوان المبهجة وهو ما يعكس الفترة التي مرت بها حيث وصفت بأنها كانت في غرفة معتمة ومن ثم خرجت إلى النور ورأت العالم بألوانه المختلفة. وحول فترة الاكتئاب تصفها الدكتور مايا بقولها بدأت رحلتي مع الاكتئاب في عام 2013 حتى عام 2018 وكانت هذه الرحلة صعبة حصلت خلالها على الدكتوراه في الحياة قبل شهادة الأكاديمية مضيفة أنها أصيبت بالاكتئاب نتيجة مشاعر متراكمة مكبوتة وظهرت نتيجة صدمة ومع خبرتها في الحياة وبعلم النفس تحديدا بحكم عملها كمديرة مدرسة والتعامل مع مشاكل الطلبة إلى جانب فضولها استطاعت البحث والتعمق أكثر في مجال علم النفس والمشاكل النفسية وكذلك الدين وكيفية تأثيره على حياة الفرد حتى اكتشفت ما يسمى بالذكاء العاطفي. وتشير الدكتورة مايا إلى أن الذكاء العاطفي علم وبحر واسع ولكن لم يكن في الوطن العربي في ذاك الوقت متداول ولا موجود ولكنه يدرس في بلاد الغرب. وتصف الدكتورة الذكاء العاطفي بأنه اكتشاف الذات ومعرفة كيفية التعامل معها في كافة ظروف الحياة وحددت الهواري أهم عناصر اكتشاف الذات وهي الاختلاء بالنفس وكتابة كافة الإيجابيات في الشخص سواء كانت جوهرية أو حتى في الشكل الخارجي والجانب الآخر هو كتابة الأمور التي يجب أن يطورها الإنسان في نفسه أو الصفات التي يجب يتعلم ويعمل على تغيرها كالعناد والعصبية والغيرة والحكم على الناس وكافة الصفات السلبية التي يلمسها الإنسان في نفسه وبعد ذلك يعمل الإنسان على تعزيز إيجابياته والعمل على تدارك السلبيات والتخفيف منها قدر المستطاع. وتشير الدكتورة أن هذه الصفات موجودة بالأصل في جميع البشر ولكن البعض يعي ولديه القدرة على التحكم بها والسيطرة عليها والبعض الآخر ضعيف. وتوضح الدكتورة أن التحفيز دائما بعد الاكتشاف فحين يكتشف الإنسان مكامن قوته سيعمل بشكل على لا إرادي على تطويرها وإبرازها والفخر والاعتزاز بها لذلك لابد من أي إنسان أن يكتشف نفسه أولا ومن ثم سيأتي التحفيز والعمل المستمر في تطوير الذات.